أتوقع بداية جديدة. تحية لكم أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة من كبار الأندية العراقية كبقية جماهير الزوراء. إذن يوسف سعيد على بركة الله يطلق الصافرة للإعلان عن بداية لقاء الزوراء والكهرباء. يحاول استغلال المساحات أمام دفاعات الزوراء وهذا رفيق أمينه. خطيرة للكهرباء وفي اللحظة الأخيرة عملية الإبعاد. الله على مصطفى الكهرباء اللي شهد التألق مدافع اليسار. في اللحظة الأخيرة يبعد المحاولة من أمام اللاعب. الجولة الثانية من المرحلة الثانية وانطلاقة الجولة الثانية من المرحلة الثانية خلال هذا اليوم. كرة من جهات اليسار، عملية الهجوم، رفيق أميني، الكهرباء يبحث عن العودة، عن التعديل، عن ستة تعادل في ثمانية وخسر في ستة، مسجل 29 هدف وعلي 25 هدف. لكن اليوم زورة عادت في الوسط. أموري فيصل، البحث عن رفيق أمينو، محاصر بلاعبي ومدافعي الزوراء. رفيق يحاول أن يمر وخطأ لصالح الكهرباء، خطأ لصالح الكهرباء قريب من منطقة جزاء الزوراء. ميثم جبار يرتكب خطأ وبطاقة صفراء لميثم جبار. بطاقة صفراء لميثم جبار، هي الثانية في هذا اللقاء. بطاقة صفراء لاعب الكهرباء، بطاقة ثانية يشفرها حكم المباراة الدولي يوسف سعيد. لاحظ الإعادة والعرقلة واضحة من ميثم جبار على اللاعب والمهاجم الغاني للكهرباء رفيق أمينو اللي يحاول مشاغلة مدافعي فريق الزوراء. وفرات كرة يتناقل لاعبي فريق الزوراء لكن ضغط من قبل لاعبي الكهرباء ومحاولة عملية الهجوم المرتد الآن لمصلحة فريق نادي الكهرباء عن طريق اللاعب رفيق رفيق أمينو داخل منطقة جزاء الزوراء. وحكم المباراة أشار لاستمرار لا وجود لخطأ، لا وجود لركلة جزاء، ويشير حكم أخطر لاعبي الكهرباء على مرمى الزوراء. رفيق أمينو لاحظ قريب منه ثلاث لاعبين للزوراء والحسن حويبي دون ارتكاب الخطأ. رفيق أمينو لا وجود للخطأ، لا وجود لأي خطأ، احتكاك طبيعي جدا من اللاعب الحسن حويبي مدافع فريق الزوراء مع رفيق أمينو الغاني. العاني أضع فرصتين في الشوط الأول لوي العاني. عملية الهجوم الآن رفيق أمينو يحاول دائما يضغط على مدافعي الزوراء في ملعب أمام محاولات الكهرباء، بعيدين تماما عن مرمى الحارس جلال حسن. المحاولة تستمر، دائما يتقدم أمام مدافع اليمين. خطير الآن أمينو، لكن مرت كرة رفيق أمينو غائل الزوراء. رفيق أمينو كرة اللاعب كريستوفر جون. عملية الهجوم رفيق أمينو بينه وبين علي كاظم داخل منطقة الجزاء.